عفت انا عرفتها سنه 73 في اتيليه الاسكندريه، كانت هي نائبه رئيس الاتيليه، وانت عارف حضرتك ان اتيليه الاسكندريه اللي انشاه محمد ناجي سنه 35، وكانت هي المشرفه على النشاط الفني. تدخلت معاها في اللجنه، هي لجنه الفنون التشكيليه في الاتيليه، وبدأنا نعمل أنشطة ونعمل مشاريع ونستضيف فنانين ونستضيف يعني مفكرين، زي مثلا استضفنا حسن فتحي في محاضرة كبيرة جدا في الأتيليه، وعملنا أنشطة مثلا عن أندريا لوت، هو صديق لعفت وناجي.